يا الله 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 يا فرد يا صمد يا
قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا وأبدأ لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا الله أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وابده للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر غفلة وكر وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، يا الله بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا، يا الله توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، يا الله وبالأسماء ما وردت بنص وما بالغيب مخزونا مسؤولا، يا الله بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين، يا الله وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين، يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين، يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين، يا الله وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين، يا الله أخص بالإمام القطب حقا وجيء الدين تاج العارفين، يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين، يا الله وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين، يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا، يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين، يا وناظم أبا بكر إماما حباه إله جاها مكينا، يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين، يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، يا الله ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا، يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين، يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا الله يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا الله يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بإقبال وكلنا واصلح البال، يا الله يا رب يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال، يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال، يا الله يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال، يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال، يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا واجه الله أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والقال، يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشو آفات وأشغال، يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج
علي وقص الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكفال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال. يا الله يا ربي يا خير كافي أهلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك أطال. يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم في عسرك عسري بمحض جودك والإفضال. يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. يا الله أنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. يا الله جدك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولله. يا الله يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مصيري واخدم بالإيمان لاجال. يا الله وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تدرى نحمد سرا وجارا وبالغدايا والأبصال. يا الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين. يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. يا الله يكفينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب احينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لي أمين. يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين. يا الله ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق أمن بفك الغلاء لمن بذنبه رهين. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الفروق واكفي هذا المودين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله رب
ربي إني يا ذا الصفات العليم قائم بالفنا أريد عقياه يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذل فأغثني بالقبر قبل المني والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني بما أبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منية يا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع السك الإكبار في كل حمد قد قصدنا والسرك في كل نيا يا الله ربي فاسلك بنا سبيل ريك بالدقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب ان يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي الله فلهذا سري ادعو في يساري وعساري يا الله انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا الهي ومالكي انت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فهدم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي يا الله وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة بالنفس يا فاقضها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواطي يا الله في سرور وحبور واذا ما كنت راضي يا فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا وللأحباب وللدين ماضيهم وات لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغافلات ولحرام وندر أو مبوح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعات يا الله سمعنا وأطعنا فهدنا للصالحات وأتنا يا ربنا في ذي والإخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابغات ما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وامن إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات معهم وفيهم دائما في الدارد والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد واهد واصلح للنيات عليه صلى الله
الله وسلم عد ذر الكائنات ولي وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عدد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عيشه وبداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جم يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك أخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسلم وفي الأبد أدنى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم
اليوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 في كل قدنا عبدا على خلقه يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا عظيم يا ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاند بحق سرطاس ميم يا يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معان بحق سرطاس ميم يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وطهر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سرطاس ميم يا الله.
سبحان الله الحمد لله ولا كر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وأثبت مقام محمود الذي وعده يا أرحم الراحمين ربي في لي ولوالدي ربي في لي ولوالدي ربي في لي ولوالدي ربي في لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين ودنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله بحمدي سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان 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 الله بحمدي سبحان الله استغفر الله سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمدي سبحان العظيم سبحان الله سبحان الله بحمدي استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمدي 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 سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم استغفر الله
سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله سبحان الله بعمدي سبحان الله العظيم الصابر الله بكل عضدنا بدا عدد قلب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدت أحدا من عبادك أو خير أنت معطي أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود وعليك الدكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعام سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا بلوم صلاة سنة صلاة سنة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 أستغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. الحمد لله بعمل الله وصلى على سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استولوا الصلاة تجاربوا وتراصوا واعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم ضيوفنا بين يديك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجن اللهم من خزي الدنيا وعذاب الرحيم سوء أثابنا سافهم الله فأوصفوه ونستصفوه متام الصلاة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من نعمة عنده تجزى وما من أحد عنده وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم صل وسلم على سيدك والنعم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اطب بنا وعافنا واحفظنا والمسلمين. اللهم نقهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسر الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح بصلاح سلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك في هلاك صلاح المسلمين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزلازل والأسقام والجور والظلم والآفات والعهات والحروب والأمراض والمحن واطرنا نفتا وضرا وقطا عن بلادنا خاصة وعن سائر بنسين عامة يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقوتنا ما أبقيتنا واحفظ علمانا وصلحانا وأتقيانا وأقطابنا وأوتادنا وأبدارنا ودعاتنا أمتنا الصالحة وارحمنا وارحمهم وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا وأمن أوطانهم وأمنهم في أوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء وإليه النشور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. على رسعب ولا تهنا في ديوانه واسقنا من حانه وتولنا به في جميع شؤوننا وارفعنا به الى اعلى مراتب قربك ودون غيرك وسامعك ومعرفتك واعذنا به من كل سوء حظ بعلمك بالدارين جعلنا في حزن الحسين حج المتين وثبتنا على دربك وسقنا من شربه بعفو صحبنا وشؤون امتي اجمعين. ذلك انظر الى هذه المنازل نازلها واهلها وصلحنا ولهم شؤون ظاهرها وخفيها. بلغنا فوق امالنا مما انت لهم كل خير في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بعلم الخيرات وذاك المكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنتنا فاقبضنا اليك غير مفتونين. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك كمال الحسن السابق وكمال الحسن الخاتم وتراضى عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا اله الا الله وحده رب الشهاده نحن المسلمون. اشهد ان لا اله وحده لا شريك له. لا اله الا الله رب الشهاده نحن المسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده رب شاهد ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اله واحد رب شاهدا ومسلمون. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه نفس عدد ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه نفس عدد ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه نفس عدد ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله ما وسع علم الله. لا اله الا الله الله اكبر. 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 ولا حول ولا قوه الا بالله. لا
يعظيمك الله لنا أبدا عدد خلقه ورضا نفسه لنا عرش أمداد كلمات اللهم أجرنا من النار 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 واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدهم غير ساب العذاب والعتاب لا فتن ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه جنة عرشه امداد كلمات أرواح الوالدين أبريكم ونوماتك وعمتهم سبحانه وتغجان بالرحمة ومغفرة واسكنوا في الجنة وفجعل المسلم يأخذ من نفسنا فيه خارج إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة الله الله جنة من حق التوحيد في عافية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا البيت فيض الرحمة يجعله سبحانه وتعالى محطا للعناية والرعاية متنزلا للأنوار والبركات والأسرار ويجعله معلم من معالم الهدى والنور والخيور في هذا الزمن لأهل ماليزيا ولأهل شرق آسيا ولأهل آسيا والمؤمنين من الله يجعله سبحانه وتعالى حلال العافية والبركة والخير واليمن والسعادة يبلغ سبحانه وتعالى ذاته أبو الحسن ما نواه فوق ما نواه من كل خير في السر وفي النجوى ويجعلها أيام من أبرك الأيام وساعة مشرف السعاد ويجعلها يجعله سبحانه وتعالى يوم عايد بالبركات الواسعة علينا وعلى نيات ذاته أبو الحسن وعلى نيات الحاضرين وينظر الله إلى ديارنا ومنازلنا وينورها ونور الإيمان والجين تترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض وزيادة من فضل الله وجود الله وكرم الله علينا وعليه في رابطة قوية بحبيبه صلى الله عليه وسلم وآل حبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحاب حبيبه صلى الله عليه وسلم ورثة حبيبه صلى الله عليه وسلم نبلغ بها ويبلغ ما نريد فوق ما نريد مما الله أهله كما الله أهله في ألطاف وعوافي وما نوى سلفنا وما نوى قطب الزمان ما نوى صرفنا ميمون وما حاط بعلم ربنا من صالح نياتنا ولكم الأمة أجمعين في خير ولطف وعافية اللهم صل وسلم على الفاتحة بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد، خد جامع المعامي، ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد، يا ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد، يا ربي صل على محمد زين الوجود يا جل عابد، يا ربي صل على محمد زين الوجود يا جل، يا رب صل على محمد وامنح وصف لنا الموارد، يا رب صل على محمد وامنح وصف لنا الموارد، صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد، يا رب صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد، صل على محمد وأعطنا السول والمقاصد، يا رب صل وأعطنا السول والمقاصد، صل على محمد والآل مع صحبه إلى ماجد، يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه إلى ماجد، صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام سلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام سلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، أزكى الأزكياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك من رب السماء، السلام سلام عليك دايم بلا انقضاء، السلام عليك، هيك دايم بلا انقضاء، السلام سلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام سلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك يا طه يا طبيبي، السلام
السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك عليك يا مسكي وطيبي، السلام السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه، السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه، السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه، السلام المتوج بالكرامة صلى الله عليه، سلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه، السلام المضلل بالغمامة صلى الله، سلام على المشفع في القيامة صلى الله، السلام على المشفع في القيامة صلى الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للرحمن يرسل بالهدى ودين حق مصطفاه وأحمد، وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحد صلى الله عليه، فالحمد لله الذي من نبي به اعتلينا وحوينا سددا صلى الله، أرسله فينا بعض المردى صلى الله، اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا صلى الله، وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل إله وكل من قد وحدا صلى الله عليه، ومقامه المحمود وهو محمد، فالحمد للرحمن دا صنبي وبهديه مقتدى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله 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 الله، يا رب صل على المختار طه الحبيب، الله 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 الله، يا رب صل على المختار طه الحبيب، يا اخوان حرك فؤاد ذكر طه الحبيب، هيا انشروا وصفه العلي عسى اني اطيب، الله 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 الله، يا ربي صل على المختار، قولوا حبيب المهيمن كل شان غريب، جميل وصفه ونعته كل حال عجيب، الله الله الله، يا ربي صل على المختار طيب الذكر، من يذكر حاله يطيب، سار إلى أعلى الذرى أمسى سمير القريب، الله 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 الله، يا ربي صلي على المختار طه الحبيب.
الحبيب. رب صلي على المختار طه الحبيب. يا رب صلي على المختار طه الحبيب. سبحان من خص طه بالعطاء الرحيم. يا رب صلي على المختار طه الحبيب. عليه صلى إلهي ما سجى عن دليب. يا رب صلي على المختار طه الحبيب. والآل أهل الهدى من حبهم ما يخيب. يا رب صلي على المختار طه الحبيب. صاحب نعم النجوم الزاهرة ما تغيب. يا رب صلي على المختار طه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأبو آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا. بقوائم العرش رأس محمد عليه بان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالوالد الأزكى قبلنا بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متلاه جل وحدا. والله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تتمو توددا. حل السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ولا حول ولا قوة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرش أمداد كلمات. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى. فبدا قطيع السر مكحولا ومختولا بهيا للمهيمن ساج. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتورد. فالسماء أضاءت والأراضي بمحمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أحل سعد وفخار وعطاء ما له حد. رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد. يا نبي سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يوم يأتي بلواء تحته من كان وحد آدم والرسل طرا يا له والله زدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجمعنا جميعا يا الله في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل المجد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله وبه هبنا المواهب يا الله وارض عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا بركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفا والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نصر رايتي حبيبك في جميع الأرض نشاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغم طاغ وكفور لصريح الحق يجحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم واختم العمر بحسن ويقين حين ينفذ صلى الله على محمد صلى الله سلم صل يا ربي وسلم عن نبي وله بلا حد صلى الله على محمد صلى الله عليه الله الحمد لله على هذه الساعة المباركة. Segala puji bagi Allah atas saat ini yang diberkati oleh Allah. والبركة في الساعات تأتي من ناحيتين. Keberkahan Allah Subhanahu wa Taala pada setiap waktu akan datang daripada dua jalan. أولها النيات وما يحل في القلوب. Yang pertama niat yang baik dan apa yang ada sifat. والجوارح التي أصلها في القلب. ينكدوا أمل أملا ينبايك ملالوي أنقوت أنقوت أبدا يندتن دري بدهاتي. وكل ساعة صادفت صفاء الجوارح تتصل به الجوارح فهي ساعة بركة. دن ستياب ساعة أتبون ستياب وقتو بلا مند يدي دلام هاتي سأوران يندتن دري بدك بايكا أتبون ملالوي بركرة ينبايك معنى يدي تريكات دين الله. والبركة فيض من الله تبارك وتعالى من رحمته ينال به الآمال. كبركان إيتو داتن داري بدا الله كرنيان داري بدا حضره الله سبحانه وتعالى أكن داتن كبدا سأوران دين كبركان إيتو أكن دبا أبيان ديانا داري بدا الله. لا يحد شانها ولا يبلغ غاياتها بالتصور ولا بالخيال. كبركان إيتو تيدا أدا تهباقين يدن تيدا أدا بتاسم باقين. وكما جاء في بعض الأحاديث القدسية أن ربنا يقول وليس لبركتي من نهاية. سبرتي منا كتابك دلام حديث قدسي الله برفرمان دي دلام ياتي دي ولما كان
ذوات الأنبياء حاملة أصفى القلوب وأصح وأصلح النيات، وأجسادهم قائمة بأعظم الأعمال الصالحات. قال سيدنا عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. أبابيلا برا أنبياء بنيئي هاتي ينبنيئي بركرا ينتربايك ينسوش بدأ الله سبحانه وتعالى دي سيدنا دبر بدأ الله سبحانه وتعالى بريلك بدأك ينسوشي. فأشار إلى سراية البركة من الذات إلى المكان التي تحل به الذات التي حوت هذه المعاني. ديمن يؤكن بركة استفادا معنا جعلني أجملت أو نزلت أو حضرت جعارك على ذلك حل. دي بركتك بدأ الله سبحانه وتعالى جديك الله أكو يا الله أرين دي بركاتي ولي الله سبحانه وتعالى دي مانا أكو برأدا. فجميع الديار التي تبنى الأرض ما تسري إليها سراية البركة إلا من حيث تلك القلوب ومن حيث يصدر علي أن فيها من عمل. ستي بعونا يعني بعون كان أتسمك بومي دنيا إني تأكن دب بركان ملاين كان دعان برنية ين بايك دن عمل ين صالح. فكل من بنى دارا لأجل الستر أو لأجل العفة أو لأجل إكرام الضيف أو لأجل إقامة الخير من علم وذكر إلى غير ذلك سرت سراية البركة بحسب تلك النية. ستي أب أورا ينبغون كان ساتو بانونا أتو ينبغون كان ساتو رمه أتو ساتو بينا دي أكن دبك بركهان إيتوز بلا مانا دي أدانية ينبايك دن أملا ين دي رضاي أولي الله سبحانه وتعالى دن أكن دت سرايا إيتو أتون بركة إيتو أكن دتن كتنبا إيتو. وكل ما عمل في ذلك البيت وذلك المنزل من تلاوة للقرآن أو ذكر للرحمن أو صلوات جماعة أو علم أو إكرام ضيف أو صلة رحم إلى غير ذلك من المكارم ازداد نوره وخيره وبركته. دن ستي أبكاليم لكو كم بركة ريان بايك دي دلم رمه إيتو أتون دي دلم بانونا إيتو أتون دي دلم تنبا إيتو بلا مانا ديم لكو كم بركارا ينبايك أتبون إكرام الضيف مليئة كان تتامو دان إكرامك بدأ تتامو ضيف دان يوغا بلا دياب لاجر أتو منجر علمو دي دالم تنبايتو بركة إيتو سماكين قوة دان سماكين هبة. ومن بنى وبيتا في هذه أو مرائيا أو مقابرا أو لأجل أن يجعد فيها مع أصدقاء على لهو أو على سوء أو على غفلة انتزعت البركة من ذلك البيت. دن ستي بانونا أتون ستي برمه أتون ستي تنبا يندي بانون كان أتسنية ينجه بوكان كرنا الله سبحانه وتعالى ريا دن منجوك بدا أوران بركة إيتو أكن هيلان داري بدا تنبا تنبا ترسبوت. وكل لما جرى في البيت غيبة أو تفرج على مناظر محرمة أو عمل معصية ازدادت ظلمة البيت وبعده. دن أبا بي لملكو كم بركارا يندي مركايو لي الله دي دلم تنبا تنبا ترسبو دم لكو كم معصية معنى ككلابن إيتو ماكين كوا دي دلم تنبا تنبا دن جوغ ككلابن إيتو أكن داتن كبادت ورما إيتو أدن توان تنبا إيتو. فإذا ارتبطت النية السيئة عند صاحبه بسيء آخر وسيء ثالث تضاعفت الظلمة في البيت. دن ستياب كالي أتون ستياب أوراين بنيا إنيا هيان جهد نيا هيان تأبايك كمديان أوران لاين جوغان بنيا إنيا هيان بايك نيا هيان تأبايك دي دلم تنبا ترسبوت معنى نياك جهتا إيتو أتون دوسا إيتو ماكن بسار أتستو الرما. كما أن المقابل صاحب النية الحسنة إذا ارتبطت نيته بنية ثاني ونية ثالثة وارتبط بأحد من أهل النيات الوسيعة الكبيرة تضاعفت بركة وأشرقت أنواره. يوغا أوران يملكك كان ساتو تنبا أتسنيه ينبايك بلا منسى أوران بنيا إنيه ينبايك ما سو دلم تنبا إيتو كمديان أوران لاين بنيا إنيه ينبايك ما سو دلم تنبا ترسبت دم لكو كان عملا دي دلم تنبا ترسبت معنى نبهالة والرما إيتو ماكن هبادا ماكن تنبا. حتى جاءنا في الحديث الصحيح أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى نجوم لأهل الأرض. سبرتي منا كتابة دلم حديث صحيح نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برسابدة تنبا أتورمه يندي بچا دي دلم القرآن أكن دي لها سبرتي منا بندودو قومي مليها بنتاك دي لانه. بل قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أنها بيت كل مؤمن
ليست خاصة بالمساجد برام فسين بركاتا تنتان آيائيني في بيوت أذين الله أن ترفع دي دلام رمه دي إذن كان أولي الله سبحانه وتعالى أنتو منيكان درجانيا مريكا بركاتا بوكان قصص أنتو مسي مسي سهاجة وقد مر بعض الأخيار في طريقه في سفره إلى الحج على قرية فشاهدت بصيرته زيادة نور في بيت أكثر مما حواليه وزيادة رحمة تفيض عليه أكثر مما حواليه بدساتو هاري أدس أوران صاد dalam dan kemudian dia melihat satu tempat ataupun satu rumah dia mempunyai cahaya yang lebih daripada rumah-rumah yang lain fa waqafa hadha ar-rajul as-salih yufakkiru ma sabab ziyadati an-nuri war-rahmah fi hadha al-manzil kemudian orang salih tadi dia berhenti kemudian dia tengok dia berfikir kenapa rumah tersebut dia mempunyai cahaya yang lagi hebat wa bainama huwa qa'im yufakkir marra ba'd ahli al-balad tiba-tiba ada seorang daripada penduduk tempat tersebut فسأله لمن هذا البيت kemudian dia bertanya siapa tuan rumah itu وكان المسؤول من البلد صاحب بصيرة أيضا kemudian yang jaga itu dia mempunyai بصيرة فتبسم لما سأله السؤال kemudian dia senyum semasa orang itu bertanya kepadanya وأجابه بقول هذا البيت لواحد منا في البلد لكن نزل فيه في سنة كذا الجنيد بن محمد في طريقه إلى الحج وأقام في هذا البيت ثلاثة أيام أو أسبوع dia kata rumah ini rumah seorang dari pada penduduk tempat ini tapi yang tinggal di pernah satu hari ada seorang yang bernama Al-Junaid bin Muhammad dia singgah di dalam rumah tersebut قال جزاك الله خير عرف السبب لما تخصص هذا البيت بنزول هذا المبارك واجعلني مباركا اينما كنت kemudian dia berkata kepadanya جزاك الله خير saya sudah tahu kenapa rumah tersebut yang punya cahaya yang lagi hebat atau yang lagi kuat disebabkan orang yang hebat duduk atau تنقل دي دلامنيا تتحول هذه البيوت من فيض رحمة الله تعالى إلى أن يتعرض الداخل إليها لينال المغفرة رمى tersebut dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala penduduknya dia akan dapat مغفرة daripada Allah subhanahu wa ta'ala في دعاء سيدنا نوح من جملة معاني دعاء ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات دي أنترى دعاء نبي نوح عليه السلام dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana ighfirli wa liwalidayya ya Allah ampunlah dosa-dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku dan sesiapa yang berada di dalam yang masuk di dalam rumahku مات بعض الناس بمصر وقبر في مقبرة الإمام الشافعي. أدس أوران دري بدا مصر دي منينجال دي ثانا كموديان دي كبركان دي دلام مقبرة يام برنامج مقبرة إمام الشافعي. فرآه بعض أصحابه ممن كان يعرفه في الدنيا. كموديان سأوران صحابنا دي من بينيا. فسأله عن حاله. كموديان دي برتانيا كبدانيا ما كمان كادن دي. قال من حين قبرتموني في الصباح كنت في عذاب. دي بركاتك بدانيا ستلك مكفدك كبركان أكو دي دلم عذاب ولم أزل في العذاب إلى بعد العصر دم سيماسي برأد دي دلم عذاب ترسبس هنغ وقت عصر فالوصل ظل قبة الإمام الشافعي فوق قبري فرحمني الله وشفعه كموديان سودة سمبايك بدا أكو أوان قبة إمام الشافعي كموديان الله مغمون كان دوسة أكو دي سبب كان أوان قبة إمام الشافعي فانظر كيف سرت البركة حتى إلى قبابهم والأبنية حواليهم تينغو ما شامنا كبركان إيتو سودة سمبايك kepada mereka melalui bangunan atau tempat-tempat mereka. Wa'inayatullah sahagat sahib hadhal bayt datu Abul Hasan liyabnui niyatin saliha wa yugim hadhal manzil. Inayah Allah dan kurnian Allah subhanahu wa ta'ala menjaga datu Abul Hasan sehingga dia membangunkan tempat ini. Wan darajat niyatu fi niyat wa niyat fi niyat. Dan niyah beliau masuk dalam niyah yang baik dan niyah mereka masuk dalam niyah yang baik juga. Falau kan sahib basira la أدرك نورا يشرق ويشع من هذه الجدران. قالوا دي أم بني إساءة بصيرة دي أكن نم بجاهية كل ورد ربدا دين 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 إني. وذلك أن الله يختص من شاء بما شاء. دن إيتو كني أن الله سبحانه وتعالى دي بليس سياب عند ذكي ولي الله سبحانه وتعالى أنتو بركار عند ذكي ولي الله. والأصل طهارة قلب وصدق نية. أصل إيتو سما إيتو تجي هاتي دنية ينبايك. فالله يضاعف البركة في هذه المنازل ونازليها. سمو قال الله سبحانه وتعالى بريكان كبركان كبر. Pada tempat
siapa ini dan siapa yang berada di dalamnya. Yaj'alha diyar al-afiyah wal-nur. Dan semoga Allah menjadikan tempat-tempat ini tempat afiat dan cahaya. Wa diyar al-Qur'an was-sunnah. Dan semoga Allah menjadikannya dia atau tempat-tempat Quran dan sunnah. Wa diyar al-dhikr lillahi wal-ilm. Tempat dhikr dan ilmu. Wa diyar al-akhlaqi wal-fadail. Semoga Allah menjadikannya tempat akhlak dan kebaikan. Wa diyar al-mahabba lillahi wal-rasul. Dan semoga Allah menjadikannya tempat-tempat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa mahbat lirrahmah. Dan menjadikan tempat rahmah Allah. Wa mutaraddad lil-arwah al-tahira. Dan menjadikan tempat arwah ruh-ruh yang suci. Min arwah al-malaika wal-nabiyyin. Daripada ruh-ruh para anbiya dan arwah al-anbiya. Al-malaika. Ruh para anbiya dan malaika. Wal-awliya wal-salihin. Dan para awliya dan salihin. Wa yutawwil umur datu Abul Hasan. Dan semoga Allah banyakkan umur datu Abul Hasan. Fi afiyah wa surur. Dalam afiyah dan kebahagiaan. Wa ij'al diyarana musyriqa bin. Dan semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sumai cahaya. Walladhi yakunu fi daril insan wa haith maskanu fi dunya yatashabah ghaliban tashabuhan gawiyan bihali qabri. Sebenarnya tempat-tempat kita di dunia, tempat kita setelah kita wafat seperti mana tempat kita semasa kita hidup. Wa ma jara lahu fi maskanihi fi dunya thumma haithu fi al-qabr yatashabah tashabuhan gawiyan fi mawaqifihi haithu yaqif fi al-qiyam. Dan apa-apa sahaja yang dia buat di dalam tempatnya semasa dia hidup, dia akan nampaknya di tempat-tempat hari akhirat. Wa kullu dhalik yataterjam ba'da dhalik bisukna fil jannah awinna. Suma itu dia akan masukkan orang itu ke syurga atau neraka. Allah ya'mur diyarana bin nur wal iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mimarakan rumah-rumah kita dengan nur. Wa bil yaqini wa taqwa. Dengan keyakinan dan taqwa. Wa lama bana al-imam Abdullah bin Umar bin Yahya darahu fil masilah qarya min qura Hadramaut sa'aluh khaluh al-imam Abdullah bin Hussein bin Tahir ra'aytu fil barihah darak fawqa diyar al-masilah. Semasa al-imam Ahmad Abdullah bin Umar. Semasa Imam Abdullah bin Umar bangunkan satu rumah di Masilah di Hadramaut, bacinya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir bertanya kepadanya, aku melihat rumah kamu tinggi. Wa ra'aytu al-ghurfata allati anta fiha fawqa al-bayt. Dan saya nampak bilik yang kamu tinggal di dalamnya lagi tinggi. Fa madha 'amilta fi bayt? Apa yang kamu buat di dalamnya? Qal ma ta'allamna min at-tahri fi al-halal ja'alnahu fi ma kasabna bih ma la hadha al-bayt. Ya berkata, apa yang kami mengambil daripada kamu, daripada ilmu yang kamu ajar kami, kita membangunkan atau daripada rezeki yang kita cari yang halal, kita meletakkannya di dalam rumah ini. Ta'allamna minkum min an-niyyat as-salihah wa inafi hadha al-bayt. Dan juga yang niat yang kita belajar daripada kamu, kita beramal dengannya semasa kita bangunkan rumah. Wa qad qara'tu fi kulli ghurfa min ghuraf al-bayt al-Qur'an wa min qiyam fi as-salah. Dan saya sudah baca di dalam setiap bilik rumah itu Al-Quran semasa aku mendirikan solat. Wa fi kulli daraja min darajat al-bayt khatamtu al-Quran. Dan setiap tangga daripada tangga-tangga rumah saya sudah khatam Al-Quran di atasnya. Qala amma al-ghurfa allati ana fiha faqad khatamat khatamat kathira. Akan tetapi bilik saya yang saya tinggal di dalamnya saya sudah baca banyak khatam di dalamnya. Qala li hadha wa hadha misdaq hadithi al-bayt alladhi yuqra fihi al-Quran yatara'a li ahli as-sama kama tara'an nujum li ahli al-ard. Ya kata, karena itu, karena perbuatan kamu tersebut, dilihat rumah kamu tinggi dan bilik kamu yang lagi tinggi daripada itu, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran dilihat untuk orang seperti mana kita lihat bintang di langit. Wa idza kan bait muslim la yugra fihi al-Quran wa la yusalla fihi jama'a wa la tu'qad fihi hilaq adh-dhikr wa yatafarraj fihi 'ala al-manadhir al-muharrama fama ashbahahu bi bait اليهودي والنصراني والمجوسي والملحد والكافر. Jika rumah seorang Muslim tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, tidak ada zikir, tidak ada belajar dan mengajar ilmu agama Islam, apa beza di antara rumah-rumah orang kafir dan orang Yahudi dan orang mulhid? فليست خصوصية بيوت المسلمين أدوات ولا فرش ولا زخرفة في البيت ولا مكيف ولا كهرباء ولا ثلاجة ولا مروحة، هذا في بيوت الكل. خاصية الرهسية رumah-rumah orang Islam bukan
bukan dengan dindingnya atau dengan apa yang ada di dalamnya daripada barang-barang atau hiasannya itu semua berada di dalam rumah-rumah mereka juga walamma dzakkara al-haqqu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwajib ta'alluq al-qulub bil-amr al-a'zam al-a'la qala lahunna fi al-quran wadhkurna ma yutla fi buyutikun apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya mereka mempunyai semangat yang tinggi Allah berfirman kepada mereka wadhkurna ingatlah apa yang disebut di dalam rumah-rumah kamu wa ma alladhi yutla fi buyutihim apa yang dibaca di dalam rumah-rumah mereka qala min wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah ay min al-quran wa sunnati Muhammad Allah berfirman min al-ayati wal hikmah daripada ayat-ayat suci al-quran dan hikmah sunnah Nabi Muhammad فكم من ديار للمسلمين تشكو من هجر القرآن برابا banyak daripada rumah-rumah orang Islam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mereka Quran itu sudah ditinggalkan ولا يذكر فيها اخبار السيره ولا قصص النبي tidak disebutkan di dalamnya sirah-sirah atau kisah-kisah anbiya ولا قصص الصحابه ولا قصص الصالحين tidak disebutkan di dalamnya cerita-cerita para sahabat dan salihin فيها قصص المصارعين واللاعبين akan tetapi di dalam nya cerita-cerita orang yang main dan orang yang berlakon wal mumaththilin wal mumaththilat orang artis sama ada lelaki atau perempuan al fasiqin wal fasiqat orang yang fasik sama ada lelaki atau perempuan wal kafirin wal kafirat orang kafir sama ada lelaki atau perempuan wal ghafilin wal ghafilat orang yang lalai sama ada lelaki atau perempuan suwaruhum indah gambar mereka berada di dalam rumahnya wa kalamuhum indah kalam-kalam mereka pun ada dengannya wa qisasuhum indah cerita-cerita mereka pun ada di sisinya. Waqisasus salihin ghair mawjud. Tapi kisah-kisah orang salih tidak ada dengannya. Wasuwarus salihin ghair mawjud. Gambar-gambar orang salih pun tidak ada dengannya. Waqisasul anbiya ghair mawjud. Kisah-kisah para anbiya pun tidak ada dengannya. Hadza muslim bi surah wa hadza muslim bi jasad min dun haqiqah. Inilah seorang muslim dengan gambar sahaja dan dengan jasad sahaja tanpa ada hakikat. Fa hakadha yanbaghi lil mu'min an yatafaqqad halahu fil manazil. Begitulah juga di wajibkan atas setiap mukmin tengok keadaannya macam mana keadaannya di dalam rumah-rumahnya lakin hadza kullu murtabitun bishani al-qalbi wan niyyah wa bishani as-sifat akan tetapi suma itu terikat dengan niat dan niat yang sifat yang baik thumma bishani al-a'mal allati tasdur minhu dan dengan amal rahma ala hadhihi al-manazil midrar dan menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa di atas tempat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencahaya kan hati-hati ويحشرنا في النور dan menjadikan kita sentiasa di dalam nur cahaya ma'a nabiyyih Muhammad bersama nabiyyih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam يوم لا يخزي الله النبي pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala ta'akan hina nabi والذين آمنوا معه siapa yang berada dengannya نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم cahaya mereka sebelah mereka sebelah kanan dan sebelah kiri يقولون ربنا أتمم لنا نورنا kepada Allah ya Allah sempurnakanlah cahaya kami dan ampunlah kami إنك على كل شيء Sesungguhnya kamu yang maha berkuasa. Allahumma atmim lana nurana. Amin ya Allah. Wa aslih shanana. Amin. Balighna munana. Amin. Waj'al al-manzil mahatta khairin wa baraka wa rahma mutawaliya. Amin. Wanzur ilayna wa ilal mu'minin. Amin. Wadfa' al-bala 'anna wa 'anil muslimin. Amin. Akhtim lana bi akmal husna wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمختار يا أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الرداء واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم واطب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء
حسن اليقين منك هبنا واحمينا واحمي حمانا واكفي شر العداء واكفنا شر العداء واقضي لنا الحاجات اجمعها وازد يا واسع الافضال منك محامدا واقضي لنا الحاجات اجمعها وازد يا واسع الافضال منك محامدا واختم لنا الاعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه احمدا بمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء واختم لنا الاعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه احمدا بمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهي يا ربي فاجعلنا به من اسعد القوم الكرام السعداء وبجاهي يا ربي فاجعلنا به من اسعد القوم الكرام السعداء وبجاهي يا ربي فاجعلنا به من اسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين فتح المنح والنجف الفوز والسعادة الكبرى وأن الله يبلغ الأمال فوق الأمال يمن بتمام العفو والعافية لنا ولصاحب هذا المنزل ورزقنا أيام طول الأعمار في طاعة الله على ما يحب ويرضى وطبنا وبالأمة فيما يجري بالقضاء ويصلح شؤون المسلمين وينقذ بيوت المسلمين من المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام ومن المناظر السيئة ومن الكلام البذيء ومن الأخلاق الرديئة ومن كل ما لا يرضاه الله ورسوله ويعمر ديارهم ومنازلهم بالذكر والتذكير والعلم والانتفاع والاتباع والأخلاق والصلة والآداب والإحسان وأن يصلح لنا ولكم الأمة كل شان يختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية بالقبول والإقبال والصلاح في الأحوال بجاه مولى بلان الله عنا من كم الرجال يبارك لنا للحاضرين والغائبين ومن حبنا ومن حببناه ومن حاطت به شفقة قلوبنا جميع المسلمين وأهل ماليزيا وأهل اليمن الله يفرج عليهم فرج عاجل إن شاء الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ويجعل قدومنا إن شاء الله على قدوم أهل اندونيسيا قدوم خير وبركة وحفظ ورعاية سر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى الفاتحة لي وسلم